هذا البرنامج برعاية QNB. السادة المشاهدون الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم بكل خير إلى حلقة جديدة من عين على قطر. ماذا في عناوين هذه الحلقة؟ التضخم في قطر يتباطأ في شهر يوليو تموز الماضي إلى أدنى مستوى له منذ نحو 40 شهرا إلى قرابة 20%، بضغط من تراجع أسعار مجموعتي السكن والاتصالات بشكل مباشر. قيمة أصول صندوق الثروة السيادي ترتفع منذ بداية هذا العام حتى شهر أغسطس الحالي بنحو 97 مليار دولار أمريكي، طبعا بزيادة قدرها أكثر من 22% منذ بداية هذا العام. نتحدث عن إجمالي أصول الصندوق اليوم عن 526 مليار دولار أمريكي بدعم من المحفظة الاستثمارية خاصة في أمريكا وكذلك أيضا أوروبا. إجمالي توزيع 10 شركات مدرجة في النصف الأول من هذا العام، وهي لأول مرة أرباح مرحلية، تسجل 7.84 مليار قطري. توزيعات 4 بنوك تستأثر على 56% من إجمالي التوزيعات الشركات العشر. نسبة نمو قدرها 10% في عدد المسافرين عبر مطارات الدوحة في شهر يوليو تموز الماضي إلى 4,740,000 مسافر. طبعا كانت هذه أبرز عناوين حلقة عين على قطر لهذا الأسبوع. المشار ابتدأ، أهلا ومرحبا بكم. قفزت قيمة أصول جهاز قطر للاستثمار منذ بداية العام 2024 بنسبة 22.6% لتصل إلى 526 مليار دولار، وذلك بدعم من عوائد محفظة الاستثمار والموزعة قطاعيا وجغرافيا على جميع قارات العالم، علاوة على الارتفاعات التي حققتها الأسواق الأوروبية والأمريكية بحسب ما جاء في تقرير معهد الصناديق الثروة السيادي. انخفضت القاعدة النقدية لدى مصرف قطر المركزي خلال شهر يوليو الماضي بنسبة 5.9% على أساس شهري لتصل إلى نحو 90.8 مليار ريال، بتأثير من تراجع النقد المصدر بنسبة 5.19% إلى نحو 19.8 مليار ريال، علاوة على تراجع ودائع السوق النقدي بنسبة 22.3% لتصل إلى 16.2 مليار ريال. ارتفعت حركة الطائرات في قطر خلال شهر يوليو الماضي بنسبة 7% لتسجل 24.2 ألف حركة، بينما ارتفع عدد المسافرين بنسبة 10% إلى نحو 4,740,000 مسافر، فضلا عن زيارة حركة الشحن والبريد بنسبة 14% إلى 222,000 طن وفق هيئة الطيران المدني. كشف تقرير للمجلس الوطني للتخطيط عن تراجع مؤشر الإنتاج الصناعي في قطر خلال يونيو الماضي بنسبة 7.5% على أساس سنوي، بتأثير من انخفاض قطاع التعدين بنسبة 28%، إلى جانب تباطؤ الإنتاج في قطاع الصناعات التحويلية بأكثر من 5%، مقابل زيادة الإنتاج في إمدادات الكهرباء والغاز بنسبة 14.20%. بلغ إجمالي قيمة التوزيعات النقدية المرحلية التي أقرتها 10 شركات قطرية مدرجة في بورصة قطر خلال النصف الأول من العام 2024 7.84 مليار ريال، منها 4.400 مليار ريال توزيعات نقدية لأربعة بنوك، و1.900 مليار ريال توزيعات نقدية لشركة صناعات قطر، و398 مليون ريال لشركة قطر للوقود. ست القطاعات من أصل 7 سجلت نموا في صافي أرباحها، من ضمنها قطاع الصناعة الذي نما وإن كان بشكل هامشي بدعم من أرباح غير تشغيلية. إجمالي أرباح القطاع كانت عند 4.650 مليار ريال قطري. طبعا أرباح صناعات قطر ب2.5 مليار شكلت بيضة القبان في أرباح هذا القطاع الذي كما ذكرت وأسلفت النمو كان فيه بدعم من القطاعات غير التشغيلية. نتابع التفاصيل في هذا العرض.
يبدو أن الإيرادات غير التشغيلية كانت من العوامل التي دعمت ربحية القطاع الصناعي في قطر بالنصف الأول من العام 2024، فكيف كانت أبرز البيانات؟ إذا ألقينا نظرة على صافي الأرباح نلاحظ أنه كان هناك ارتفاع بحوالي 10 النقطة المئوية إلى 4 مليارات و650 مليون ريال تقريبا. نتحدث عن أرباح النصف الأول بالعام 2024 بالنسبة للقطاع الصناعي. أيضا بالنسبة للإيرادات يعني بالمقابل نلاحظ كان هناك تراجعات تقريبا بحوالي 2.8%، وكانت عند حوالي 11 مليار و100 مليون ريال، ويأتي ذلك اليوم بضغط من تراجع المبيعات والأسعار. انتقالا إلى التوزيعات المرحلية نلاحظ يعني بلغت تقريبا 2.7 مليار ريال. بالنسبة للأصول المتعلقة بالقطاع الصناعي في قطر نلاحظ أنه كان هناك ارتفاع بنسبة 2% إلى 133 مليار و300 مليون ريال. بالنسبة لمجموع المطلوبات أيضا نلاحظ كان هناك ارتفاع بنسبة 7%، ولكن حقوق المساهمين كانت على تراجع بنسبة 1%، وكانت يعني عند حوالي 102 مليار و200 مليون ريال. بالنسبة للمؤشرات المالية أيضا نلاحظ أنه بالنصف الأول أو يعني تحديدا بشهر يونيو من العام 2024 كان هناك تراجع لمؤشر الانتاج الصناعي بنسبة 7.5%، ولكن مؤشر أسعار المنتج الصناعي بشهر يونيو كان على ارتفاع بأكثر من 6%. أما المكرر الربحي فقد وصل إلى 15.4 مرات، ونلاحظ أن العائد على الاستثمار كان بنسبة 5.4%، ويعد يعني من الأفضل مقارنة مع القطاعات الأخرى. إذن هذه كانت أبرز البيانات يعني مالية بشأن نمو القطاع الصناعي في قطر خلال النصف الأول من العام 2024. أيضا قطاع التأمين سجل نموا قارب 15% في النصف الأول من هذا العام إلى 722 مليون ريال قطري. طبعا شركة قطر للتأمين أيضا استحوذت على حصة أسد من تلك الأرباح بشكل مباشر بقرابة 360 مليون ريال قطري. طبعا قطاع التأمين يستفيد من بقية القطاعات بشكل مباشر. أيضا التحديات والتقلبات الاقتصادية والجيوسياسية في المنطقة تزيد أيضا من أعباء شركات التأمين بالمجمل. تفاصيل حول واقع ومستقبل وتحديات قطاع التأمين في قطر في هذا التقرير. ما تزال المخاطر الجيوسياسية والتهديدات الأمنية والتقلبات الاقتصادية في المنطقة والعالم تمثل تحديا حقيقيا لشركات التأمين وأعالة التأمين في قطر، مخاطر باتت تفرض على الإدارات الشركات تبني سياسات عمل مرنة لتجاوز التحديات والبحث عن الفرص بالاستعانة بمخرجات الثورة الرقمية والذكاء الاصطناعي. أعتقد أن سوق التأمين في قطر يحمل فرصا كبيرة وخاصة في مجال الأمن السيبراني، وهذا السوق في حالة نمو متواصل ويكتسب خبرة في مجال تقييم المخاطر. ويساعد تسارع نشاط شركات التأمين نحو تبني أنظمة الرقمنة لمواجهة المخاطر في إحداث نقلة نوعية بقطاع التأمين في قطر، الأمر الذي بات يفرض على القطاع التخلي عن أساليب العمل التقليدية والبحث عن حلول رقمية للوصول بشكل أسرع إلى الأسواق وتقديم منتجات وخدمات تنافسية لتقديم خدمات تأمين غير تقليدية كالتأمين السبراني والبيانات والتأمين على المركبات الكهربائية ومواجهة الأضرار الناتجة عن الهجمات الإلكترونية كاختراق البيانات وانتهاك الخصوصية. تم توظيف الذكاء الاصطناعي في أغلب البروسيسز اللي موجودة في المجموعة، سواء في تأمين السيارات، تأمينات السفر، التأمين الطبي، وعلى مستوى شركات المجموعة في المنطقة بشكل أو بآخر. تغير طبعا، كانت هناك حملة للمجموعة والإعلان عن تأمين السيارة خلال دقيقتين. قطاع التأمين في قطر ما زال يشهد نموا على مستوى الأقساط والاكتتابات، أما الأرباح فقد قاربت 722 مليون ريال في النصف الأول من العام الجاري، وبنسبة نمو قاربت 14.17% على أساس سنوي، في ظل تقديرات بارتفاع مساهمة القطاع في حساب الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.5% من إجمالي إيرادات القطاع غير النفطي، بدعم من التأمين الطبي الإلزامي للمقيمين. والمتوقع أن يبصر النور العام المقبل بحسب التقديرات وتبني سياسات من شأنها تقليص نسبة المخاطر والوصول إلى تسعير عادل.
إذا الشركات المدرجة تنهي موسم الإفصاح عن بياناتها المالية للربع الثاني من هذا العام، نسبة نمو في أرباح الربع الثاني بحدود 5% تزيد عن 12 مليار ريال قطري، أما الأرباح النصفية فهي زادت عن 5.5%، نتحدث عن 25 مليار و730 مليون ريال قطري. طبعا قطاع البنوك استحوذ على حصة الأسهم من تلك الأرباح بشكل مباشر، نسبة نمو ب 7.5%. قطاع السلع والخدمات الاستهلاكية أيضا سجل معدلات نمو إيجابي. بمفرده قطاع العقارات سجل تراجعا في صافي الأرباح ب 12.5%. التفاصيل في هذا العرض. مستمرون معكم أعزائنا المشاهدين في هذه الحلقة من عين على قطر. فاصل إعلاني قصير، نعود لمتابعة ما تبقى منها، لا تبتعدوا كثيرا، ابقوا معنا. هذا البرنامج برعاية QNB. هذا البرنامج برعاية QNB. مرحبا بكم من جديد أعزائنا المشاهدين ومتابعة للقسم الثاني من حلقة عين على قطر. هل أصبحت قطر دولة سياحية وذات وجهة سياحية، أم أنها ما تزال دولة مصدرة للسياحة في ظل الثورة الرقمية والمنصات الإلكترونية؟ ما هو مصير شركات السياحة في قطر؟ السوق القطري من حيث المنتج والمعروض السياحي، هذا ما سوف أناقشه مع ضيفي لهذا الأسبوع السيد أيمن القدوة، وهو الخبير السياحي. مرحبا أستاذ أيمن على شاشة CNBC عربية. دعني أبدأ، وأنت يعني مدير عام لشركة سياحية، ماذا فعلته الثورة الرقمية بشركات السياحة وعملها التقليدي؟ بكل تأكيد نحن اليوم مع هذا التطور وهذا الكم من التكنولوجيا ومن أدوات التكنولوجيا، نحن لا نستخدمها فقط، نحن نعيشها. حتى مكاتب السفريات في قطر بعجالة هنالك 185 مكتبا في دولة قطر مرخصة من قبل الاتحاد الدولي للنقل الجوي أياتا. هذه المكاتب حجم مبيعاتها خلال 7 شهور الأولى من عام 2024 كان تقريبا 2.381 مليار ريال قطري. طبعا عدد مكاتب السفر ومكاتب السفريات المعتمدة من قبل إياتا في منطقة الشرق الأوسط حوالي أكثر من 9100 مكتب. 185 مكتب تشكل 2% من عدد المكاتب الكلية. حجم السوق القطري يشكل 5% من حجم السوق في الشرق الأوسط، فتلعب دور كبير. طبعا هذه المنصة، منصة البي اس بي التي تحت مظلة اياتا، تخدم 95 شركة طيران في دولة قطر. هنالك شركات مباشرة وشركات غير مباشرة تعمل خارج السوق القطري. مع ذلك هنالك أقل مبيعات من العام الماضي نفس الفترة، في تراجع تقريبا ناقص 2% كحجم مبيعات، لكن كحجم حجوزات حسب منصة الجي دي اس هنالك نمو على أساس
شهري 3.5% وعلى أساس سنوي 3%. طبعا هذا يرجع لماذا؟ هنالك عرض كبير من شركات طيران في السوق القطري. السوق القطري مهم جدا، تتهافت عليه شركات طيران كثيرة. هذا مهم جدا أخي أيمن، تعرف أنك فاجأتني بهذه الأرقام. كنا نعتقد بأنه المنصات الحجوزات الإلكترونية قد يعني ألغت دور المكاتب السياحية لدورها التقليدي. من وجهة نظر أخرى متعمقة أعتقد هي مكملة. اليوم هناك لدينا، لكي نفصل أكثر، هنالك لدينا 4 قنوات لإجراء عمليات إصدار التذاكر وترتيبات السفر. القناة الأولى هي قنوات شركات، قناة شركة الطيران، سواء كان مكاتبها مباشرة التقليدية أو كانت منصاتها الإلكترونية، مواقعها الإلكترونية. رقم 2 نحن المكاتب السفر التقليدية. 3 طبعا ما يعرف باللغة الإنجليزية OTAs Online Travel Agency. وطبعا القناة الأخيرة الرابعة اللي هي داخلة بقوة في السوق اللي هي قناة الNDC. الNDC هاي بالعربي هي قنوات ديناميكية. طيب أنا اليوم كمستهلك بتقديرك وبرأيك أي تلك القنوات هي الأسرع والأقرب والأرخص؟ سؤال جميل جدا. أوكي. بالنسبة للأسعار هنالك فرق بين الأرخص والأقل والأفضل. أنا دائما من مدرسة الأفضل، لا أؤمن بالأقل ولا بالأرخص. بالنسبة للقنوات، من أنت؟ هل أنت تتكلم كزبون فردي أو كعائلة صغيرة أو كمجموعة كبيرة أو كشركات أو كحملات أو كفرق رياضية؟ طبعا اليوم إحنا بالنسبة لتأثير المواقع الإلكترونية والتحول الرقمي بالنسبة لشريحة الزبائن الأفراد والعائلات الصغيرة هنالك تأثير كبير، تقريبا على حسب منظمة السياحة العالمية المجلس العالمي للسياحة والسفر حوالي 50% من هذه الفئة تتجه إلى المواقع الإلكترونية. في دولنا الخليجية، في منطقة الخليج العربي، حسب منظمة السياحة العالمية وحسب المجلس العالمي للسياحة والسفر 50% من الأفراد ما زالوا يتجهون إلى المكاتب التقليدية. إحنا لما نتكلم على تقارير منظمة السياحة العالمية بالنسبة لعام 2024 وإنفاق الزوار الدوليين ومساهمة قطاع السياحة في الناتج القطري، عم نتكلم تقريبا توقعات 91 مليار ريال قطري. إنفاق الزوار الدوليين مع نهاية العام سوف يصل إلى 70 مليار ريال قطري، والإنفاق الداخلي إلى 12 مليار ريال قطري، فأرقام ضخمة. السيد أيمن القدوة الخبير السياحي، أشكرك سيدي، شكرا جزيلا، كنت معي في CNBC عربية ضمن عين على قطر. قفزة كبيرة في عدد الشركات المسجلة لدى مركز قطر المال في النصف الأول من هذا العام، نسبة زيادة قدرها 230%. نتحدث عن 505 شركات جديدة تم تسجيلها في مركز قطر المال، جلها في قطاع التكنولوجيا والتكنولوجيا المالية، ليرتفع معها إجمالي عدد الشركات المسجلة في مركز قطر المال إلى 2200 شركة. تفاصيل أكثر في هذا التقرير. تقرير حديث لمركز قطر للمال يكشف عن ارتفاع عدد الشركات المسجلة على منصته خلال النصف الأول من العام 2024 إلى 505 شركات، قياسا ب 149 شركة في الفترة نفسها من العام الماضي، أي بزيادة فاقت 230%، ليصل بذلك إجمالي عدد الشركات التابعة لمركز قطر للمال إلى أكثر من 2200 شركة. وبحسب التقرير فقد استحوذ قطاع التكنولوجيا على الحصة الأكبر من إجمالي عدد الشركات المسجلة وبنسبة بلغت 38%، بدعم من قمة الويب التي صادفتها الدوحة في فبراير الماضي، وقدم خلالها المركز مروحة واسعة من التسهيلات والحوافز الاستثنائية للشركات التي قامت بالتسجيل خلال القمة، وذلك في إطار مساهمة المركز في استقطاب الاستثمارات الأجنبية وتنويع الاقتصاد الوطني وفق ما جاء في البيان.
هذا وتخطت نسبة شركات قطاع الخدمات المالية 10% من إجمالي عدد الشركات الجديدة المسجلة خلال النصف الأول من العام الجاري، وقد جاء العدد الأكبر من تلك الشركات من دول بريطانيا وفرنسا والأردن والهند والولايات المتحدة الأمريكية، وتعمل في قطاعات متنوعة كالخدمات الاستشارية والتكنولوجيا المالية وتكنولوجيا المعلومات والابتكار وغيرها. وشهد النصف الأول من العام 2024 إبرام المركز لعدد من الشركات والاتفاقيات التعاون، من بينها 12 مذكرة تفاهم مع مؤسسات محلية ودولية، من ضمنها مصرف الريان وشركة ميزا ومعهد تشارتر للأوراق المالية والاستثمار ومجلس تطوير الخدمات المالية في هونغ كونغ. مؤشر أسعار المستهلكين أو مؤشر التضخم في قطر يسجل في يوليو تموز الماضي أدنى قراءة له منذ نحو 40 شهرا، طبعا عند 20 النقطة المئوية على أساس سنوي، بضغط من تراجع 7 مجموعات رئيسية كان في مقدمتها قطاع الاتصالات، مجموعة السكن والكهرباء والماء التي تمثل تقريبا 21% من وزن مؤشر التضخم في قطر مقابل تراجع 4 مجموعات رئيسية. تفاصيل أكثر في هذا العرض. وماذا في أهم الفعاليات والأنشطة والمواعيد في قطر خلال هذه الأيام والأسابيع المقبلة، إضافة إلى أهم ما تناولته وتداولته المنصات الرقمية والأخبارية في قطر؟ نتابع. وبهذا أعزائنا تكون حلقة عين على قطر لهذا الأسبوع قد وصلت إلى آخر محطاتها. طبعا لمن فاتته هذه الحلقة وحلقات سابقة من هذا البرنامج بإمكانه العودة إلى الموقع الإلكتروني لقناة CNBC عربية بالإضافة إلى المنصات الرقمية. في الأسبوع المقبل نلتقي، إلى اللقاء.
هذا البرنامج برعاية QNB.